السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وأسبوع جديد وتقديم ما ينفع إن شاء الله الناس على امتداد وقت هذا البرنامج. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، الضيف الدائم للبرنامج، الضيف الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك الله بكم، وفقكم الله لكل خير إن شاء الله. على بركة الله إخوان الأكارم نبدأ هذه الحلقة إن شاء الله. بعد 10 دقائق من الآن رح يكون المجال مفتوح أمام حضراتكم للاتصالات وطرح ما تودون طرحه على جناب السيد إن شاء الله تعالى للإجابة عليه. بدايتنا رح تكون مع موضوع أتوقع رح يكون نافع لكل من يشاهد هذه الحلقة. سماحة السيد، الموضوع هو كيف يعرف الإنسان أن الله راض عنه؟ يعني إنسان تعرف سجله سلام وعافية، سجله حسناته وسيئاته ممتلئ، صح. فكيف يعرف يا كفة راجحة بحيث الآن إذا غمض عينه وراح إلى رب كريم فهو إلى خير؟ أحسنت بسؤال فيه شيء من حسب تعبيرنا النباهة، أنه الإنسان يريد يعرف أنه شنو اللي من خلاله يعرف أنه في أي وضع هو. نعم. وهذه حسب تعبيركم أنتم المصطلحات الحديثة المجسات اللي الإنسان يعرفها هواي ضروري جدا إنصافا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال هذا السؤال كثير ما أسأل كثير من الطلبة في الجامعات، أنه سيدنا شلون نعرف أن صاحب الزمان راضي عنا، شلون نعرف أن الله راضي عنا؟ فالجواب سيكون بنفس السؤال، أنه كيف تعرف أن أباك راضي عنك، وكيف تعرف أن أمك راضي عنك؟ يعني إنسان شلون يقدر يرضي والدته أو والده؟ هذا كقضية محسوسة وقضية حسب تعبيرنا معاشة. نعم. فشوف الطلبة وطالبات يجاوبون أنه إذا إحنا أطعنا والدنا وأطعنا والدتنا ومشينا على تعليمات ومشينا على توجيهاتهم فإحنا أعزاء وإحنا مقربين وإحنا عليه مرضي عنهم. نفس الكلام. أن الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن أعرف أن الله راض عني فلا بد أن أبتعد عن المواطن التي هو نهى عنها. نعم. أن لا يراك في موطن نهاك عنه، ولا أن يفقدك في موطن أمرك. لما أنا في واقع الحال يعني آية هواي لطيفة، أن الله لا يحب عمل الفاسقين، أو الآية بها فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. زين، واضح أنا لما أكون مع الفسقة ومع مجاميع الفسقة وأعمال الفسقة لا أشكال ولا ريب، رب العالمين لا يقبل ولا يرضى عن ذلك. نعم. ففي واقع الحال لابد أن نعرف قبل هذا السؤال أن نعرف ماذا يرضي الله وماذا يغضب الله ويسخطه. يقولون كما هو الرواية الشريفة أنه رضى الله من رضى الوالدين. زين، إذا أنا أتحرك خلاف إرادة والدي وأوذيهم إذا وأغضبهم لا إشكال ولا ريب أن عدم رضا والدي وسخطهم وعقوقهم هذا ينتج عقوق الله وعدم رضا. واحد من الأصحاب أعتقد سأل موسى أنه يا موسى كيف أن أعرف أن الله راض عني؟ نعم. فموسى كان كليم الله فكلم الله قال يا رب كيف أعرف أنك ترضى عني أو رضيت عني؟ فأعطاه الله سبحانه وتعالى بعض القضايا، قال له إذا رأيت نفسك تتوق إلى شيء أكرهه فاعلم
أن تركك إياه من رضائي. وإذا علمت نفسك تصد عن شيء أمرتك به أعلم أن هذا فيه سخطي. شوفوا ما يرضي الله وما أمره، وما يغضب الله وما نهى عنه. نعم. هذه القضية ما تحتاج إلى روحة قاضي حسب تعبيرنا، واضحة يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين. نعم. بس إحنا الشيطان شو يسوي؟ يجي يعقدها علينا. شلون؟ وأنا ما أدري. راضي عنه؟ واضح أخي، امشي كما أمرك الله فستكون ماذا؟ وأكو روايات جميلة إذا تسمعوها جيدة. سيدة ودنا إن شاء الله نسمع تفاصيلها، ولكن قبلها سؤال إذا تسمح لنا. بني الإنسان تتراكم عليه الأعمال، منها ما هو صالح ومنها ما يبغضه الله. صحيح. فهو يجمع وما يدري الآن هو في المنطقة الآمنة أو لا. ممكن هذا هو مورد السؤال. يعني يقول سيدنا أنا يصدر مني الخير والشر. هو عموم الناس هكذا سيدنا. فالناس يا شيخ، الناس هم يعرفون على أنه نسبة الخير اللي صادر من عنده ونسبة الشر اللي صادر من عنده. نعم. مع العلم أن الله سبحانه وتعالى رحمته وكرمه أنه جعل الحسنة تمحي 10 سيئات. نعم. والسيئة على حال ما تكون إلا شنو؟ إلا بقيمتها، وهذا رحمة من عنده. ولكن إحنا لابد أن نعرف أنه العبد اللي يرتكب السيئة بأي نيات ومقاصد، معاند، متجري أو لا، مثل ما يقول الإمام زين العابدين: إلهي ما عصيتك إذا عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولكن سولت لي نفسي وغلبني هواي. يعني بعض الأحيان يا ربي ترى انغريت وتقشمرت، فأنا أرجوك أنه تغفر لي. أقول لا حسب تعبير المصطلح المصطلح القانوني أنه سبق الإصرار، تقصد وإصرار. هذا رب العالمين يعني شوية حسب تعبيري يتعامل معه بقساوة، لأن أنت مع علمك. ولذلك روايات عندنا أنه العالم إذا عصى الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يغفر للعالم، لا يغفر العالم 70 ذنبا، لا يغفر للعالم ذنبا قبل أن يغفر للجاهل 70 ذنب. ليش؟ لأن الجاهل جاهل ما يدري، الله يغفر له 70 ذنب بس العالم ما يغفر له ذنب. العالم اللي هو منه سيد؟ العالم اللي يعرف أن هذه حدود الله وهذه نواهية وهذه أوامره وهذه كذا، ويعرف ويرتكب بعلم وعمد. فلذلك الجاهل وضع أحسن. نعم. الجاهل وضع ما يدري رب العالمين ماذا يسامح. اسمعوا الإمام الصادق شو يقول واعلموا أن أحدا، هي عبارة هي وصية طويلة من الإمام الصادق لشيعته، واعلموا نعم. أن أحدا من خلق الله لم يصب رضا الله إلا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمره من آل محمد صلى الله عليه وآله، ومعصيتهم من معصيته ومعصيته من معصية الله، ولم ينكر لهم فضلا عظما أو صغر. واقع هذا يعني مقاييس مهمة. شوفوا، فإن رضا فاطمة من رضا الله، وسخط فاطمة من سخط الله. هذه مقاييس الله أنطانا إياها. فلذلك إحنا من نقول يا جماعة ترى أنتوا بدون ولاية أهل البيت وعدم معرفتكم لأهل البيت وعدم طاعتكم إنهم ترى ما يفيد العمل. هذا ترى مو قضية طائفية، هذه نصوص وردت في صحاحهم. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وآله قال رضاية على حال من أرضاها فإن فاطمة بضعة مني، فمن أرضاها فقد أرضاني، ومن أسخطها فقد أسخطني، ومن أسخطني فقد أسخط الله. هذه قضايا لا بيدنا يعني معروفة، ولكن الشيطان يسول، الشيطان يزخرف للإنسان ويجعل القضايا على حال تزين له. نعم. ويرتكب. فلذلك بكلمة واحدة نقول أننا إذا أردنا أن نعرف أن الله هل راض عنا أو لا، فارجعوا إلى أنفسكم. من ساءته سيئته وسرته حسنته سيدنا، هذا أيضا معيار نقدر نعتمده.
يعني أنه يندم على المعصية، يندم ويتجاهر ويفتفاخر بها، أحسنتم، يندم، يبكي، يتأذى. فكما يقول الإمام الصادق، عفوا الإمام السجاد صلى الله عليه وسلم، أن إلهي جعلت الندم على الذنب توبة، فإني وعزتك من النادمين، أحسد نفس الندم على الذنب توبة. هذا النوع من الإحساس أنه إحنا محكومين، إحنا ضمن النظام ومظلة إلهية، لابد أن نطلع. استطلعت مو عيب، مفروض ترجع. أحسنت، أرجع. ولذلك نشوف أنه قضية التوبة والأوبة والعودة إلى الله، أواب، عاب، تواب، هذا النوع من الرجوع هو مطلوب، مطلوب جدا. بل هذه البل شوية خلي الشباب يسمعوها مني، بل أن الشاب العاصي، الشاب العاصي التائب خير، عجيبة هذه، خير من العابد، العابد الذي لم يعصي ولم يتب. يعني شوف العاصي، لأنه تذوق حلاوة المعصية، واللي يتذوق حلاوة المعصية صعوبة إلى أن يرجع. بس الإنسان اللي حسب تعبيرنا ما ماكل ذيك الأكل اللي عليه حال طيبة، فما يعرف قيمتها أو ما يعرف لذتها، فما ينساق إلها. أقول أكله طبعا أقصد المعصية. هذه واردة في روايات بلي نعم. أنه شوف بعض الناس دخلوا في متاهات وملذات بعد ذلك يرجع، أقول هذا بطل، هذا بطل. وأحمل الأخوان ترك السيجارة بعد 20 سنة أو أكثر من 20 سنة. قلت له والله إرادة قوية. قلت أتم إرادة قوية؟ قلت له أنا مو إرادة قوية، لأن ما أصلا ما دخلت. أحسنت، ما دخنت حتى، يمكن إذا أدخن مثل ما أتدخنت يمكن ما أقدر كذا. فالمحك وين؟ المحك الإنسان أن يرجع. فلذلك شبابنا، أعزائنا، فتياتنا، أخواتنا الكريمات، للإنسان يصور على أنه إذا سقط خلص ماكو رجوع، لا، ارجعوا. ورجوعكم أحب إلى الله، رجوعكم أحب إلى الله. وعجيبة بعض الروايات أنه أشوف أن عبدا أو شابا يقوم الليل للتوضؤ ويقف على سجادته ويتوجه إلى الله بالعبادة والتوبة، عندنا رواية أن الله، شوفوا يا جماعة، أن الله من فوق عرشه بعظمته بكل جبروته، متكبر، الله متكبر وجبروت، بجبروته وتكبره وهيمنته وقدرته وكذا، يباهي الملائكة بهذا العبد، العبد الذي واقف للعبادة بالليل. يقول يا عبادي شوفوا هذا الشاب عمره 18 سنة وشهواته أخذ منا ومنا، والشيطان مغار، يعوف النوم، لذة النوم يعوفه، يقوم يتوضا ويوقف يقول إلهي العف. يقول هذا يا ملائكتي أنا أباهي به. شوفوا، لا أن الله يحتاج إلى عبادتي أبدا، إن الله غني، غني عن كل هذا، بس الله يريدك أنت تعرف الطريق وأنت تعرف المسير. وأعتقد أن نحن في أواخر أيام شهر شعبان صافن هالشكل بحوث نحتاج لها، نعم، بحوث روحية، بحوث معنوية، أنه يا شبابنا أمامنا ضيافة إلهية كبرى، ضيافة الله في رمضان، وهذه المائدة الكبيرة التي ستفتح لنا كما بشر بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، شهر دعيت فيه إلى ضيافة الله. هاي الضيافة بلا إشكال أكو فيها شيء، يعني ضيافة مو حسب تعبيرنا ما بها لا شيء يقدم، لا، يقدم الكثير من الأمور، ولكن في العالم المعنوي والعالم الكمالي والفضائل المعنوية والأخلاقية والتربوية. هذه تعالوا شوي نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان. أنا أعتقد فرصة، أعتقد فرصة قد لا تتكرر. سواء واحد سامعني وراء التلفزيون يقول سيدنا لا، إحنا عايشين 15 رمضان، 20 رمضان، راح نعيش بعد 20 رمضان. لا، عشت 20 رمضان ماضي، بس ما معلوم رمضانك القادم أو هذا رمضانك، هذا رمضانك أن تكون موجود. أنا عندي أصدقاء قبيل رمضان حادث سير راح، وكان مخطط لرمضان، أنا أعرفه، وهو خطيب بارع
كان مخطط للرمضان وموضوعات راح حادث سير. فأقول نحن لا ندري الأجل متى، لا ندري هذه الفرصة ستتكرر أو لا. فتعالوا أيها الأحبة ارجعوا إلى الله. نعم، لا بأس ما أشير إلى هذه القضية، وأعتقد إشارة في محلها. هذه الحفلات التخرج إنصافا اللي نشوفها، يعني الصبغة اللطيفة الروحية المعنوية في أجواء معنوية في عتبات مقدسة، أنا أعتقد هذه فرد طفرة جديدة وحلوة ومهمة، أنه شوفوا شقد نقدر إحنا نكون إلهيين وشقد يمكن أن نكون شيطانيين في حفلات ماجنة وسخيفة ومنحطة، ولكن تجي تشوف بحجاب ووقار وسكينة وخشوع وبكاء وتوجه إلى الله. البكاء لا يعني ضعف، لا، البكاء يعني إحساس بالخشوع وأنه على حال أمام رب العالمين اللي يفتح علينا كثير من الفرص. فتعالوا أيها الأحبة لنصطبغ بصبغة إلهية، بصبغة إلهية، حتى نكون ممن قال عنه الله سبحانه وتعالى وإني اصطنعتك لنفسي. أحسنتم سمعتم. فاستمع لما يوحى. وافر الشكر صباح السيد على هذه الإضاءات المهمة، شكرا جزيلا وهي نافعة بإذن الله تعالى، شكرا على كل ما تفضلتم به. الآن عودة للإخوة الكرام الأخوات الكريمات مشاهدي البرنامج واتصالاتهم، وأول المتصلين من؟ محمد. لو محمد تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله سماحة السيد يسمعك، تفضل سؤالك. رحم الله سيدنا، سؤالي بس ما أعرف بالضبط قد مطلوب صيام، يعني أني نعم. ما أعرف يعني من بلغة 15 سنة الآن، أنا عمرك أكثر 30 سنة. نعم. فما أعرف بالضبط قد مطلوب صيام، يعني أنا طفل صغير، سنة أصوم سنة ما أصوم. زين، أسألك سؤال محمد إذا تسمح لي. هل مشاك بين رقمين، مثلا تقول بين سنتين ما صايم أو أربع سنين ما صايم، مثلا بين هذين الرقمين؟ بلي بين يا رقم ويا رقم، يعني يا سنة بإجد عمري كان، يعني كم سنة مطلوب تتوقع من إلى؟ يعني تقريبا أربعة خمسة. أربعة خمسة، شكرا جزيلا، تسمع الجواب إن شاء الله. تحياتي لك، شكرا جزيلا. أبو زهراء تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون سيدنا؟ سلمك الله تعالى وبارك. حياكم الله أبو زهراء، سؤالكم. سيدنا أريد توضح لنا غاية الذبح، يعني العلة من الذبح وكيفية الذبح، خوش، وآلة الذبح. علة الذبح وشنو بعد؟ كيفية الذبح، هي بقطع الأوداج أو بذبح يعني فقط فصل الرأس؟ وآخر واحدة شنو؟ وآلة الذبح. آلة الذبح، إن شاء الله تسمع الجواب. تحياتي لك وشكرا جزيلا على اتصالك. تحياتنا. عندنا اتصال من من؟ خلينا نجاوب على الأسئلة وبعدين نرجع للاتصالات مرة ثانية. سيدنا الأخ محمد سؤاله كان واضح، يقول أنا شاك مطلوب له أربع سنين له خمس سنين صيام. في واقع الحال أكو قاعدة عند العلماء أنه إذا الإنسان شك أنه كم عليه من التكاليف، أنا علي كذا أو كذا، فالفقهاء يقولوا أنه الأصل هو الأقل، الأصل هو الأقل. ليش الأصل؟ لأنه هو القدر متيقن. نعم. يعني أنت لما تقول لو خمسة لو أربعة، فإن في الخمسة أكو أربعة، فالأربعة إذن هي نعم المتيقنة، فيبقى الشك وين؟ في الخامس، والخامس شك فيه الأصل عدمها. فأنت ما دام تشك أنه أنت عليك أربعة أشهر أو يعني رمضان أو أربع سنوات صلاة أو خمسة، فقضي الأقل. فإذا قضيت الأقل فأعلم أنه فرغ ذمتك إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. شكرا سيدنا. السؤال الثاني كان من الأخ أبو زهراء. قبل أن نجاوب على أبو زهراء نأخذ اتصال الأخت الكريمة أم حسين. تفضلي أختي. السؤالي تفضلي. السؤالي أريد يعني عندي ابني. نعم. أريد أزوجه. نعم. ويعني من بيت عمته. نعم. الموضوع شنو؟ الموضوع يعني هو كنضع ويا بنت عمته. نعم. فأريد أعرف يعني أريد أعرف يعني أريد شلون يعني مثلا أعرف أقول يعني شقد رضع من فترة الرضاعة اللي أنتوا يعني تحسبوا ضمن هذه الفترة، شقد فترة؟ ما أعرف يعني تقريبا ثلاث مرات
مرتين ثلاثة، فيعني هذول كله يعتبروا أخواته، يعني البنية اللي باقية اللي خطبها يعني هم يعتبروا أخته أو لا يعني، بس اللي كرضعوا وياها يعتبر أخته يعني. واضح واضح واضح. يعني اريد اعرف من الحلال من الحرام. ان شاء الله تسمعين الجواب اختي الكريمه، تحياتي لحضرتك. خلي شويان على الخط الان، راح نجاوب على سؤال حضرتك. شكرا جزيلا. سيدنا السؤال كان واضح امام حضرتك. نعم. ابنها تريد تزوجه من بنت عمته، ولكن تقول هو سبق وان كان رضيع او اخ بالرضاعه لاختها. سالتها يعني كم مره راضع، فقالت مرتين او ثلاث رضعات. بلي. فالسؤال بشقين سيدنا، عدد الرضعات اللي تؤاخي، والشق الثاني إذا هو كان أخو فلان فلانة بالرضاعة، فهل كل أخواتها يحرمن عليها أو لا؟ هذا كان سؤال الأخت. جيد. شوفوا أخواني، بحث الرضاعة هو بحث دقيق ومتشعب وحساس، والرضاع ينشر الحرمة كما ينشر النسب. شلون أنت الأخوة والبنوة والعمومة والخؤولة، نعم. هذا خالي وهذا عمي وهذا ابن عمي، شلون هذه العلاقات تصير نسبية؟ كذلك الرضاع، نعم. فإن الرضاع يحرم ما يحرم بالنسب. نعم. أنت ما تقدر تتزوج أختك النسبية من أمك وأبوك، كذلك ما تقدر تتزوج أختك الرضاعية اللي شنو أنت رضعت من أمها. نعم. واضح. ولكن الكلام أولا، ما هي شروط الرضاع المحرم؟ يعني ما هو الرضاع الذي ينشر الحرمة؟ نعم. شروط كثيرة، أهمها عدد الرضعات. نعم. عدد الرضعات أن تكون 15 رضعة أو يوم وليلة متواصلة، ماكو شيء بينها 24 ساعة. هذا الطفل يشبع وينام ويقعد يجوع ولا يعطى شيء، لا شوربة ولا مي ولا مي سكر ولا أبدا، وإنما على اللبن ومن الصدر مباشرة. نعم. وأنه يفرغ الحليب وترجع تحلب له بالرضاعة. لا لا، هاي شروط عليها. نعم. فإذا رضعة ورضعتين ما ينشر الحرمة. ولكن إذا أنا رضعت من امرأة، من امرأة رضعت من عندها وصرت ابنها، نعم. أولادها وبناتها صاروا إخواني. نعم. بس أنا عندي أخو، أخوي يعني أخو المرتضع، هذا اللي ارتضع عنده أخوة وأخوات. نعم. هذول بالنسبة إلى أخوته وأخواته من الرضاعة شنو؟ لا، ما لهم علاقة. هو بالنسبة لكل أبناء المرضعة هو أخوه، لكل أبناء. أحسنتم. أما هو بس اللي شارك بالرضاعة، لا لا، وهي سؤال أنه لا لا بس اللي شارك لا لا بالرضاعة، لا لا، كلهم كلهم. فهي أمي الرضاعية وهذا أبوي الرضاعي وأخوة وأولادهم وبناتهم إخواني وأخواتي. أما أخوتي وأخواتي ما لهم ربط بيهم. واضح. ما لهم ربط، لأنه مو نسبية، هي رضاعية. أحسنت. أبو صالح أخوي الكريم تفضل. السلام عليكم سيس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو صالح، سؤالكم. استفيدت من المدارس، مدارس ما بها تعليم. المدارس ما بها تعليم؟ اي والله ما في تعليم يا سيد. وين هاي المدارس اللي تحكي عنها يعني؟ وين؟ بالريف؟ بواسط. بواسط. اي. وكل جمعة رايح للزيارة، وكل جمعة رايح للحج المعلم، وبدل الشغلة مو زينة، مو هو الشغل هذا. يعني أنا هم أتمنى أبو صالح تشوف برنامج يستضيف مدير تربية وزير تربية وتطرح هذه المشكلة، يمكن هم أقرب من عندنا لحالها. بس إن شاء الله سمحت السيد راح يعطي توجيه بهذا الخصوص أو يعلق على كلامك. شكرا لك على الاتصال. تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. سيدنا الأخ الكريم سأل أبو زهراء عن علة الذبح وكيفية الذبح وآلة الذبح. علة الذبح هو واحد ما يقدر شنو علة الذبح. رب العالمين أراد على أنه لا تؤكل الذبائح إلا بطريقة وتسمى بالتذكية. حرم الله علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، يعني ذبح لغير الله أو قتل لغير الله اللي كانوا يسووه للأصنام وكذا، هذا ما يجوز. ليش يا رب؟ قال هذه طريقتي على أنه إذا أردتم أن تأكلوا أكلوا بهذه الطريقة. نعم. ولا بد من ذكر اسم الله، ذكر اسم الله على الذبيح. زين.
بس أنا بغض النظر علميا الآن شنو ثبت والبحوث العلمية شنو كذا، جانب التشريعي، وهذا جاي نتكلم عن الجانب التشريعي، فلا بد من أن تكون التذكية صحيحة. شنو شروط التذكية؟ كثيرة شروط التذكية. نعم، شروط التذكية الفقهاء يذكروها كثيرة، على حال أنه يكون الذابح مسلم، اللي يذبح مسلم، وأن يقول بسم الله، وأن تكون باتجاه القبلة. عبارة بسم الله فقط. بلي بلي. نعم. هذه المجزية. بسم الله أو الله أكبر مو مهم. يذكر نعم. اسم الله عليه. نعم. بعد أن تكون باتجاه القبلة، وأن يفري الأوداج الأربعة، يعني يقطعها، مو إلا أن يعني يبين رأسه، يعني مو لازم يقطع رأسه، لا، قطع الأوداج. وهذه هي الذباح الحقيقي. آلة الذبح. آلة الذبح لا بد أن تكون من الحديد أو من الآلات الحادة مثل الصفر ويعني نحاس وكذا. نعم، إذا كان الحيوان مهدد، يعني طاح من شاهق، طاح الثور أو البقرة طاحت من جبل وجات موت، هنا أي شيء حاد من باب أنه حتى لا تتلف يمكن ماذا ذبحها، ولكن أيضا ببسم الله، قولك بسم الله وباستقبال القبلة طبعا. وأكو أيضا تذكية ليست بالسكينة وليست بالطريقة اللي قلناها، وإنما بالصيد. يعني أنا بيدي السلاح أقول بسم الله وأضرب، فما في إشكال. إذا طاح الأوز أو الباط أو أي شيء طاح وميت فهو مذكر. الشرط أنه أذكر أحسنتم، أو أرسل الكلب، الكلب الصيد، أرسل الكلب أقول اذهبي بسم الله. نعم. تروح على حال تأخذ الحيوان وتعضه وتقتله، فهذه أيضا مذكات. إذن وسائل التذكية مختلفة بالصيد أو بالذبح، ولكن الشروط قلت لابد أن تكون ماذا، يكون الذابح مسلم. زين، هاي المذابح الصناعية الآن تمشي الحيوانات يشكلوها الشكل ورقبتها ممدودة يجي موس عليها، هاي شلون؟ هذه في واقع الحال إذا كانت المصانع الموجودة، إذا كانت تخلي الدجاجة أو الطيور تخليها الحيوان يعني باتجاه القبلة، يعني بطنها باتجاه القبلة يتحرك باتجاه القبلة وينزل الموس بضغط الزر بسم الله، كافي. بس تكون بشرية يعني. طبعا. نعم. شنو بشرية؟ يعني قصدي مو هو إعاز يعطى مرة واحدة ويظل. لا لا لا، مو أكو بعض هذا يحاطين سماعة بسم الله بسم الله، ما يفيد، لازم نعم. يعني يقول بسم الله ويضغط الزر، هذا ما في إشكال، وهي الآن الذباحة الصناعية الموجودة. عموما لابد من اطمئنان، فإذا شككنا في أن هذا مذبوح على طريقة شرعية ولا، فالأصل ما مذبوح على طريقة شرعية، إلا إذا كان في سوق المسلمين، سوق المسلمين إلا فرد خصوصية، والبحث طويل في هذا. أحسنتم سيدنا، شكرا على هذه الإيضاحات. سيد جعفر ويانا، تفضل يا سيد جعفر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يوفقكم إن شاء الله. الله يحفظكم. أنا بالنسبة لي كلا واحدة. نعم. شريتها من 2015. نعم. شنو يحط بالصيامات؟ طيب أنت جربت نفسك صمت له؟ لا، اكثر الاطباء واكثر الناس الشاهده الكلى يقول بينها ضرر عليك، لان الكلى يقول شلون الورده وماي، لا اكتشف اني ماي تذبل. سؤالي راح اعيده مره ثانيه، انت جربت صبت له لا؟ انا فترات انقطع عن الماء، ما اشرب الماء، انقطع 3 ساعات 4، هي شلون يصير يصير عندي، يعني شلون يبوس يصير بصفتي، يعني ما مجرب انت تصوم؟ صيام مجرب بس مو واي، يعني ما اخذ اليوم كله، لا 12 وحده ما اشرب ماي، انطر اشرب ماي. تضطر ليش؟ تحس بالم قوي يعني؟ مو الالم، احس شلون صفات تيبت منها، هي شلون جسمي اخدار. واضح واضح، ان شاء الله راح تسمع الجواب، والله يمن عليك بالسلامه والعافيه ان شاء الله يا سيد جعفر، شكرا جزيلا. سيد عقيل، تفضل يا سيد عقيل. الو مولاي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس سؤال لشتيه. تفضلوا. أنا أشار برمضان مجال مثل 100 كيلو أو أغادي بعمامي من منطقة المنطقة. نعم. أي وبيوت عمامي أصلاً شتيك بيها، أنا شار فيها يحلولك مطلوبة. بس علي لي صوتك خلي أفهم اللي قاعد تقوله. نعم.
يصير عقب آتي وأشرب لي سؤالك هو هذا شنو؟ إنه شنو؟ آخر شيء ما سمعته. إنه إيه بنوت عمامة هاي لطبية أكل بيها مثلا يأخذون فلوس ربا وبيها مثلا يأخذون فلوس بالآجي فهو انا انطرح اروح لهم مثل اكل شبه اسم حلاوات واضح زين انت تقول يعني متاكد هم يشتغلون بالربا لو ما متاكد؟ متاكد انهم يشعبون من مصادر. واضح واضح زين شنو علاقه اللي اسافر 100 كيلو؟ انا ما فهمت هاي ما فهمت اللي اسافر 100 كيلو شنو علاقتها؟ مثلا انا اسافر يصير الغداء هذه عندهم هذه المنطقه اللي هم فانطرح اروح لهم. واضح 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 ان شاء الله تسمع الجواب اخوي سيد عقيل شكرا لك على اتصالك. اتصال من جعفر اخوي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام للسيد رشيد الحسيني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك مولاي. سؤالك اخوي جعفر. اقول ادحت وين هاي الناس اللي مخلي الطبيب مرجعيه يعني مخلي الطبيب هو المرجع عمي هذا الصيام اقلهم حق الله. شوف نفسك انت شوف نفسك تقدر تصوم انت رايح للطبيب بس يزور محجه بس يريد ما يصوم زين جاكل ويشرب جعفر حق الله هذا. ايش قد عمرك جعفر؟ انا عمري 50. 50 عافيتك شلون صحتك؟ ضغط وسكر وعصاب وقلب الله وكيلك واخذ 14 حباية وتصوم؟ أصوم والله هو دواء والصوم كلهم خي يسمعوني من قبل السيد الصوم دواء السكر. شكرا لك على اتصالك والله يوفقك في بالك ورحم الله والدك وصوموا حق الله طول وجربوا الواحد. أحسنت بارك الله فيك شكرا على اتصالك أخي جعفر والله يمن عليك بالعافية والبركة إن شاء الله. طبعا أكو ناس لها ظروفها الخاصة الصحية اللي تمنعها من الصيام أيضا سمحت السيد إن شاء الله راح يعقب على الموضوع بتفاصيله بإذن الله. شوي خلنا نتوقف عن الاتصالات حتى نجاوب على الأسئلة. جاوبنا على موضوع الرضاعة. سيدنا الأخ أبو صالح طلب من حضرتك أن تعقب على المدارس اللي ما مهتمة بشأن التعليم. في واقع الحال هذه من حسب تعبيرنا من المشاكل المزمنة منذ على حال الطاغوت المقبور، يعني تضعيف للتعليم تضعيف للمعاهد والدروس والتدريس، وهذا الضعف الموجود في واقع الحال يأثر في عدم الالتزام. احنا في الواقع أمننا بالمدراء الجيدين، أمننا بالمرشدين الإرشاد التربوي، هؤلاء لابد أن يقوموا بمسؤولياتهم. نعم. وأنا أشوف في واقع الحال بعض الأحيان مدرسة نائية في قرية وأشوفها مدرس أو مدرسين قائمين بمدرسة بكل معنى الكلمة. أقول شوف الإخلاص الإنسان ما هو مخلص ويريد يحلل لقمته ويريد يخدم شعبه، ما يحتاج واحد يراقبه، ما يحتاج واحد يتابعه. مشكلتنا إحنا نتملص من المسؤولية إذا شفنا ماكو مراقبة. فنحتاج أيها الأخوة شيء اسمه ضمير يدفعنا إلى العمل المطلوب وأن نقوم بواجباتنا. هذا واحد، ضمير حي وتأنيب ضمير بشكل مستمر. اثنين، المتابعة والإشراف التربوي والمتابعة الإدارية جدا مهمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الأخوة في هذا المجال. ويؤسفنا إنصافا أن نجد أن هناك نوع من التسرب الكبير من المدارس الحكومية المدارس الأهلية، وهذا جاي يشجع على حال الشركات الربحية في هذا المجال وجاي يضر في سمعة المدارس الحكومية اللي أنا أعتقد أن هناك مدارس أهلية حكومية راقية بمن؟ بهيئتها التدريسية، راقية بمديرها المخلص. فتعالوا أيها الأحبة نحن نغير ولا نحتاج أن تكون هناك على حال عوامل ضاغطة من الخارج. كل واحد يحمل من نفسه ضمير حي وأمانة وإصرار وحب لهذا الشعب يقوم بواجباته. سمعت السيد الأخ السيد جعفر سأل عن الصيام. ها اللي عندك كلية واحدة. نعم عندك كلية واحدة وقال اني يعني اكل عفوا اذا 3 ساعات 4 ساعات ما اشرب ماء احس اكو ثقل بالمنطقه هنا. شوفوا سيدنا سيد جعفر،
اسمح لي شوي أكون يعني صريح وياك. بعض الأحيان الشيطان يوحي للإنسان أنه أنت ما تقدر، أنت ضعيف، أنت مهدد، أنت كذا، في حين واقعا مو هالشكل. يعني نسميه إحنا الإيحاء الذاتي، يعني يوحي إلى أنه أنت ضعيف راح تموت كذا شيء، ومنه إلى كذا إذا ضمرت الكلية وراحت. هذا النوع من الإيحاءات لازم الإنسان عليه حال شوي يبعد نفسه عنها. نعم ارجع للدكاترة، للأخصائيين المتدينين. أكو أخصائي ما متدين يقول لا تصوموا عليه، سووا عليه، هو إنسان أصلا ما يتحمل مسؤولية. أما الأخصائي المتدين اللي يخاف الله يقول له دكتور أصوم لو لا، راح يقول لك شنو؟ راح يقول لك جرب بابا، جرب شوف نفسك إذا صوم صوم. يعني شو نجرب نفسك إذا صوم صوم؟ يعني أنه حتى لو يوم واحد، شوفوا يوم واحد من رمضان أقدر أصومه، ما لازم أنا أتركه. فواحد يشوفه أنه يقول سيدنا أنا كل ثلاثة أيام أصوم، فديومين أرتاح لأن أخاف على نفسي بيني ما بين الله، ما في مشكلة. أما أنه تأخذها إقبالة من بداية رمضان آخر رمضان، أنت والله أنا ما هذا، أنا عندي أشخاص وأنتم تعرفون عندنا ناس مجاهدين وناس على حال مرضى عندهم كلية واحدة ولكن يصوموا طوال عمرهم. فأقول هاي القضايا شوية أطلع من شيء اسمه شو سموا أنتوا الحالة من الوهواس والخوف والكذا. هذا وجرب جرب، فأنت مطالب بأن تجرب. أحسنتم سيدنا. الأخ سيد عقيل قال أنا أسافر مسافات بعيدة، فأحيانا أنزل عن في منطقة بها أعمامي بها أقاربي، يقول فأضطر أكل أشرب يمهم، يقول أكلهم هو يجزم أنه ربا وما ربا وهذه الأشياء. شوفوا الناس في أموالهم حلال وحرام، في أموالهم حلال وحرام. أكو ناس لا كل أموال حلال، أكو ناس كل أموال حرام. ثلاث أصناف عندنا، واحد كل أموال حلال، واحد كل أموال حرام، واحد لا فيه حلال وحرام. جماعتك اللي أنت تنزل عندهم إذا تقول سيدنا كل فلس من فلوسهم حرام، مثلا أصلا هم يشتغلون بصناعة الخمور، هم أصلا ما يحصل ولا فلس إلا بالقمار، هذا بعد حسب تعبيرنا كل فلوس حرام، مشكل. أما تقول لا سيدنا أكو معاملات يسووها بها ربا، زين أكو فلس فلسين يجي بدون ربا، المال الربا حرام، أما المال غير الربوي حلال. وأنت ما تدري عنه، فما في إشكال ما دام أكو شبهة أنه يمكن أكو درهم درهمين اللي جاء أنا أكلهن، هاي اللقمة جاء أكلها يمكن من درهم شنو حرام مو ربوي، نعم حلال، يمكن مو ربوي فيكون حلال، فأكل ماكو مانع. أحسنتم سيدنا الكريم. اتصال من من؟ أم سعد أختي الكريمة تفضلي. أهلين. تفضلي. شو الرعاية تحكي؟ يسمع ايش السيد سؤالك شنو أم سعد؟ أنا ما طالعة كذا وأنا عمري 68 سنة. ما صايمة عمرك كله؟ إيه والله ما صايمة قريب مغربة. زين بعذر شرعي لو بدون عذر شرعي يعني؟ لا والله كنت مريضة يعني مريضة مرضي منعش من الصوم لو لا هذا المرض العادي يعني. لا أنا الآن ما نخلق ما نخلق. زين هسه تسألين شنو اللي عليك يعني خلال السنوات السابقة؟ أي والله خلها مريضة تسيد وردني يقول لك إن شاء الله تسمعين الجواب يا أم سعد. تحياتنا لحضرتك شكرا جزيلا. الله يحفظكم. الأخ سيد عفوا الأخ جعفر سيدنا عقب قال الأطباء ليسوا هم المراجع الدينيين، هم ينطوك معلومات طبية، أما القضية الدينية فأنت تأخذها من المختص الديني. تعليقكم على كلامه. هو عنده أمراض كثيرة ويقول أنا أصوم. الأخ جعفر، جعفر اسمه، جعفر. شوف حبيبي جعفر هو من ذاك الأخ اللي ذاك سيد جعفر، ذاك سيد جعفر إن شاء الله كلهم متدينين وكلهم يردون رضا الله سبحانه وتعالى. شوف أخ جعفر أنا أوافقك، أوافقك ولا بس هاي الحكاية بتحكيها أول رمضان هسه راح أحكيها. أستاذ مرتضى إحنا في كل سنة برمضان مولانا بس يدخل رمضان تنفتح قريحة الناس بأننا
مرضى وسكر وضغط وما ادري ايش، واحد يقول عندي ما ادري قولون، واحد يقول قرحه معده، واحد يقول كذا، رخصه للافطار يعني بس يريد ان يقول له يا ابي افطر. وهذا في واقع الحال هي باب للاعتذار. ولذلك انا اول ما تجيني اقول يا الله فتحت القريحه. يا جماعه اولا الانسان اول يشكر الله على النعمه اللي هو عنده. نعم من كان مريضا والمرض في الواقع يضره الصوم، بس واحد يقول والله ظهري يوجعني، ظهرك ما له ربط بالصوم يعني. نعم يعني من تاكل او ما تاكل ظهرك ما اكو امراض الصوم حسب تعبيرنا يرتبط بها مباشرة، مثل الكلى، ما أدري قرحة المعدة أو قضايا حسب تعبيرنا في الجهاز الهضمي أو غير الهضمي أو الدم أو ما إلى ذلك. هذه في واقع الحال قد الصوم يضرها. هنا لازم إحنا نميز المرض اللي ما إلى ربط بالصوم والمرض اللي إلى ربط بالصوم. والمرض اللي إلى ربط بالصوم على قسمين، ما يضره الصوم وما لا يضره الصوم. نعم ماكو واحد ما يتضرر يا أخواني والله العظيم. يعني بعض الناس يقول سيدنا من أصوم راسي يقوم يوجعني، وإحنا راسنا يوجعنا أول أيام لأنه النظام تغير. صحيح. فيقول عندك وجع بالرأس بس بعدين شوي شوي يتعلم الجسم، والله راسي يوجعني، راسي يدور وما منحول. نحول شو النحول؟ النحول كنا عندنا نحول. هذه اعتذارات أوافق الأخ أنها خلاف التقوى. الإنسان لازم يتقي الله ويخلي الله بين عينه. أحسن. ولذلك إحنا ما راح نقول افطر أو لا تفطر، راح تشوفوني أنا في كل برامجي ما أقول له افطر أو أنت صوم. أقول يا جماعة أنت بينك ما بين الله، أعرض نفسك على الواقع اللي أنت فيه، جرب وشوف نفسك وحتى يكون عندك عذر عند الله. أحسنتم سماحة السيد، وهي عطية من رب العالمين، هدية. الإنسان المفروض بالعكس هو يحاول يحصلها مو يحاول يبتعد عنها. عادل تفضل يا عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون سيدنا شلون صحتك؟ حياكم الله. شو الرحمة لوالديك مولاي. تفضلوا. بالنسبة أنا جانا شهر رمضان وقبل علينا إن شاء الله خير وبركة. بالخير. العلاج من دكتور خصصي. علاج شنو؟ علاج من الدكتور خصصا لي يعني هذا طول هذا يعني الشهر هذا اشرب به العلاج الصبح غدا عشاء يعني زين ثلاث وجبات فالحاله شلون وانا صايم مثل زين تقدر تاخذه مثلا بعد الافطار وبعدين تاخذه منتصف الوقت وبعدين عند السحور مثلا لو لا ما يصير لا ساعات بالافطار بالعشاء اقدر اخذه يعني وبالسحور عاد اخذه ما عندي مشكله بس مشكله الصبح يعني من هذا لازم الصبح قصدي تقدر هاي ثلاثة أوقات تقدر تخليها من الليل إلى مطلع الفجر تقدر لو لا هو أقدر بس هو الدكتور قال لازم هذا الوقت المحدد يعني وقت الصبح تشرب الصبح يعني حلالك واضح واضح واضح, واضح واضح نقدر نسأل عن المرض لو ما نقدر نسأل تقدر عادي ماكو مشكلة شنو المرض والله أدري أنا جهاز معدة صار لفترة واخذ العلاج هذا التهاب معدة لا جهاز ما عندي يعني الطال ما صار عندي صار لي 12 سنه واخذ هذا واضح 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 عقم ان شاء الله تسمع الجواب اخوي الكريم عادل تحياتنا لك رعد تفضل رعد اخوي تفضل خلي يكون هذا اخر اتصال السلام عليكم مولاي عليكم السلام ورحمه الله حياك الله شلونك سيد شلون صحتك حياكم الله بارك الله تفضل سؤالك اخوي رعد السيد رحم الله سيد انا من مقلدين السيد السيستاني نعم الله يرحمه نعم وسيد عندي سلفة اشتريتها بثمانية واربعمية والسلفة صارت 11 واربعمية اسمح لي يعني شنو اشتريتها 8 واربعمية وصارت 11 واربعمية شو يوضح لي هي مش مجموعة مشتركين بسلفة زين وانا اجا ولد قال يا ابانا ابيع سلفتي محتاج فلوس ابيعها يبيع سراء يعني يبيع دوره ايه يبيع دوره أيه؟ انا اشتريتها 8 واربعمية واستلم السلفة 11 واربعمية نعم ايه فسؤالك انه يصير هذا التصرف او لا هذا بي حلال او بي حرام انا سألك بيقولون ناس تقول حرام ناس تقول حلال فانت سألنا حتى تأخذ الجواب الفصل ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله اخوي رعد رحم الله والديك عندي سؤال ثاني رحم الله والديك تفضل عزيزي رحم الله والديك والديك عندي اخوي تزوج وطلق نعم
دفنا الزواج هو ما مسوى عقد محكمة بالحكومة، ما مسوى، مسوى عقد شرعي، بس العقد الشرعي. نعم. وصار حمل عند المرأة وطلقها وصار عنده طفل منها. نعم. وأهل المرأة ما يقبلون يسوون عقد حتى يسجلوا لي بجنسية، يصير أسجله باسمي أنا أخوه، يصير أسجله باسمي له، ما يصير. ليش تسجله باسمك؟ على مود يصير عنده جنسيه، صحيح؟ على مود تطلع عنده جنسيه تصدر، وهو يبقى يبقى اخوك اللي يربيه، صحيح؟ وينشأ بيت اخوك. اي انا اخوه اللي احكي كان اللي اربيه، انت تربيه مثلا باسمي واخليه يربى عندي، يعني هيك. تسمع الجواب ان شاء الله كاملا اخوي رعد، تحياتي لك، شكرا جزيلا على اتصالك. نكتفي بهذا القدر من الاتصالات اخواني لان الوقت ضاق. جاءنا طلب دعاء سيدنا خارج الهواء من أحد الأخوة، يطلب من حضرتك أن تدعو له. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم فرج عن كل مكروب وادفع عن كل مهموم واقض حاجة كل محتاج. اللهم أرح بال كل مؤمن من المؤمنين، إراحة البال أهم شيء إنصافا. لذلك الله لما يجازي أهل الجنة ويريح بالهم، هذه إراحة البال من السعادة التي إنسان صافا ما يحسها إلا إذا الله سبحانه وتعالى رزق. اللهم أرح باله وبال جميع المؤمنين إن شاء الله. اللهم آمين. الأخت أم سعد سيدنا تقول أني عمرها أتوقع قالت 68 62 سنة، وتقول ما صايمة عمري كله. سألتها السبب، قالت عندي أمراض، بعدين قالت ما كان إلي خلق. ما له خلق بل. على حال حجي ما أدري بعد، أتي والله ما أدري، أتي والله. شوفوا اخواني، بعض الناس اصلا ما يدري الصوم واجب اصلا اصلا اصلا، ما يدري الصوم واجب. اجد طالع من ادغال ما ادري الامازون، ما ادري من وين جاي، ما يدري الصوم واجب. هذا نقول له يا ابي اقضي، اقضي ما فاتك ما فات، ما عليك شيء، بس قضاء استغفارها ما تحتاج تستغفر لان انت ما تدري. اما وحده عايشه في مكان تدري الصوم واجب والناس كلها الصوم، والمسحر شي يجي قاعد الناس السحور وما ادري لا تشرب واشرب وامساك وكذا، كلها تدري بس ما هو يمها، والله ما له خلق، عندي اطفال وارد اطبخ وارد اكل سلبيت. هذه اعتذارات لازم الله هو يم، مو يمنا، واقعا مو يمنا. خوش سيدنا شو اسوي؟ انت عمرك 68 سنه الان، 68 سنه ايش تقدر تسوي يعني؟ تقضين، تعطين كفاره، تستغفرين الله. هاي أمور ثلاثة، استغفار، قضاء، وكفارة عن كل يوم أطعام 60 مسكين. وأتي بعد صفي أمر شوية الله واقع. أحسنتم سيدنا. الأخ عادل سيدنا عنده علاج 3 أوقات، يقول الطبيب حدد لي الأوقات ما فيها الصباح يعني. شوف حبيبي، يعني هذا الكلام على أنه أنا عندي أدوية وهاي الأدوية لازم أشربها، شو المشكلة؟ هو يقول لك يا بالصبح، والصبح عند عند طلوع الفجر يعني قبل الأذان 10 دقائق يشرب لك الحبة هاي. يعني فرق بين ساعة 5:30 إلى 7:30 فرق، ماكو فرق يعني. فهذا الأمر يمكن أن ما تغيره عندك أنت الآن. الآن إحنا وضعنا تقريبا النهار والليل متساوي، فليش أنت مصر على أنه تجي تفطر حتى والله تشرب حباء الأدوية حتى يصير عندك إن شاء الله ذرية؟ إن شاء الله الله يعطيك الذرية. ولكن لو أنا مكانك، أنا لو مكانك شنو اللي أسوي؟ مع مراعاة الاختصار لطفا يعني ها؟ مع مراعاة الاختصار لطفا. إيه أنا لو مكانك شنو اللي أسوي؟ ما أقول لا أشرب مثل ما قال الطبيب، أقطع مسافة شرعية، أقطع مسافة شرعية 22 كيلومتر، أطلع 22 كيلومتر هناك أشرب شيء حتى أفطر، مو أنه قاعد ببيتي والله عندي حبابي ولازم هذه. هذه أنا يعني أنا شخصيا وأقضيها فيما لا أتفعل. رعد سيدنا عنده سؤالين وعندنا دقيقة واحدة. السؤال الأول، يشتري سلفة بسعر، ما أدري سمعت الجواب السؤال عفوا. مشكل يعني أنا السلفة ب5 ملايين أشتريها ب7، شنو يعني أشتريها ب7؟ يقول سيدنا مجي يعطيني سراه، يعطيني دوره، دوره الآن إذا انتظر بعد 6 أشهر وأنا أريد فلوس. هنا إذا واحد يشتري صكوك لأجل بعيد الآن يشتريه بأقل ماكو إشكال. أما أنه فلوس
ياخذها وينطي اكثر، هنا في اشكال من اي جهه على انه انت جا ماذا جا تاخذ مال قليل وتنطي ارباح كثيره. الا اللهم، هاي الا اللهم بعد لازم نشوف شلون. تقول يابا انا ابيع دوري، هذا دوري ابيعه، انا عندي دور لو ما عندي دور ابيعه. شلون هاي عندنا مال البيوت شو يسموه تطلوعه ما تطلوعه، هذا دور انا ابيعه. فهذا شو اسمه حسب تعبير الدور اقدر ابيعه، ما له ربط بالسلفه، السلفه نفسها خمسه خمسه، بس انا اخذ مليون اخذ مثلا هذا الدور مالتي، هذا شيء اخر. فايضا على راي بعض الاعلام فيه شبهه وتوقف. يعني حتى تطلع على سيدنا على بعض الاراء انه بها مشكله؟ لا لا ما بها مشكله. سؤال الاخير، سيدنا يصير يسجل ابن اخوه باسمه؟ لا مطلق لا يجوز يسجله بالجنسيه؟ لا يجوز، لا يجوز تسجيل الاولاد اللي ليسوا صلبيين، يعني مو من صلبك ولا من رحم زوجتك، انت تسجله باسمك. يقول حتى يصير عندهم جنسيه. السجلات ما يجوز، لان هذا خلط في الانساب. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكر كبير لحضرتك، شكرا على كل الأشياء اللي قدمتها خلال سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم، الله يحفظكم، شكرا جزيلا، نسألكم الدعاء. الشكر موصول لكم أيضا إخوتي الكرام، شكرا على طيب المتابعة، لنا لقاء إن شاء الله مقبل الأسبوع المقبل في رعاية الله وحفظه.